مرحبا بكم من جديد. رفعت شركة وتد للمحروقات العاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب ومحيطها أسعار المحروقات بحجة انخفاض أسعار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. نعم، ما أسباب هذا الارتفاع ومن المسؤول عن ضبط الزيادات المتكررة، وهل سيكون بمقدور المواطن السوري تحمل هذه الزيادة وهذا العبء الجديد؟ هذه الأسئلة كلها سنجاوب عليها بعد هذا التقرير. نفسها انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار هي ما تتذرع به شركة وتد عند رفع أسعارها للمحروقات في محافظة إدلب، وهي الشركة الوحيدة المسيطرة على قطاع المحروقات في المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام. تنشر الشركة عبر معرفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسعارا جديدة للمحروقات، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز من 88 ليرة تركية إلى 90، ورفعت سعر اللتر الواحد من مادة البنزين المستورد من 6 ليرات و28 قرشا إلى 6 ليرات و39 قرشا، ووصل سعر لتر المازوت المستورد نوع أول إلى 6 ليرات و11 قرشا بعد أن كان سعره 6 ليرات و3 قروش. ليست المرة الأولى التي تخالف الشركة وعودها، إذ رفعت أسعار المحروقات أكثر من 11 مرة منذ النصف الثاني من العام الفائت 2020، وهو ما دفع الشارع لرفع صوته والتساؤل حول ارتباط أسعار المحروقات بسعر الدولار المتجه صعودا فقط وبشكل متكرر خلال فترات متقاربة، في حين أن الليرة التركية لم تكن دائما تخسر قيمتها أمام الدولار ضمن الفترة التي أعلنت وتد عن رفع أسعار المحروقات فيها. من يضبط الحالة إذن؟ إنه السؤال المؤجل بالنسبة لكثير من السوريين، من الخوف من ملاحقة الهيئة إلى أزمة جديدة عنوانها ارتفاع سعر المحروقات المرتبطة بكل القطاعات الحيوية من زراعة وصناعة ومواصلات، وما الزيادة الحالية لأسعاره سوى أزمة تضاف إلى أزمات كثيرة باتت أصعب من أن تعد أو تحصى. أرحب معنا من دارة عز إبراهيم الخطيب الصحفي للحديث عن موضوع زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها وتد. مرحبا بك إبراهيم. لو نبدأ في البداية بالسؤال، كيف تتم عملية التسعير؟ نعلم كما ذكرنا طبعا في التقرير أن العملية تتم ارتباطا بسعر الليرة التركية بالدولار. نعم، السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة متابعي تلفزيون سوريا. تواصلنا مع وتد خلال الفترة الماضية ووجهنا لهم هذا السؤال، وسوف أنقله كما قامهم بشرحه لنا. تفضل. سعر الصرف النسبي أو سعر التسعير النسبي ترتبط بالبيع في الداخل السوري، يتم البيع بالليرة التركية ويتم بعد ذلك القياس أو التصريف بالنسبة للليرة التركية سعر على سعر الشراء بالدولار الأمريكي. تحدثت وتد خلال الفترة الماضية بأن جل عمليات الارتفاع التي تمت من قبلها كان السبب الرئيسي فيها هو ارتفاع سعر الصرف أو بالأحرى هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله شراء هذه المواد من الشركات التركية بالخارج وبالأحرى واستجرارها إلى الداخل، والليرة التركية التي تباع بها هذه المحروقات إلى المدنيين. بعض الارتفاعات خلال الفترة الماضية لم تكن تتواكب مع أي ارتفاع أو أي انخفاض لسعر الليرة التركية. كم ارتفاع صار بالسابق إبراهيم؟ كم ارتفاع صار بالسابق تقريبا من سنة إلى الآن؟ حقيقة هو سؤال صعب، ارتفاعات كثيرة خلال الفترة الماضية، كل فترة كان يتم هناك رفع لسعر بيع المحروقات بعدة أسباب حسب الشركة بأدلة. أنا لهيك سألت لأنه في حال بما معناه يعني حاليا في حال استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار، هل ستستمر وتد برفع أسعار المحروقات؟ نعم، حقيقة دعني بالبداية أنقل عن وتد ثم بعد ذلك سوف أنقل عن الشارع وربما بعد ذلك أضيف شخصي. وتد تتحدث بأنها تقوم باستجرار هذه المواد، مواد المحروقات، بالدولار الامريكي، واي انخفاض في قيمه سعر الصرف الليره التركيه سوف يؤثر على الشراء، سعر الشراء، وبالتالي تقوم برفع السعر. خلال الفتره الماضيه كان هناك عده مرات رفع فيها السعر على الرغم من ثبات سعر صرف الليره التركيه مقابل الدولار الامريكي. تواصلنا مع وتد، قالت بان السبب الرئيسي للارتفاع هو رفع السعر من المصدر اكثر من 5 مرات اعتقد
لا ليس لدي حق تأكيد. يعني هذا التبرير الذي دائما تذكره وتد خلال أشهر من الزيادات عبر السنين أساسا. السعر كان يرتبط أيضا برفع الشركة المصدرة التي تقوم وتد بإجرار الوقود عبرها إلى داخل السوري لسعر المحروقات. هناك حاليا بالنسبة للشارع السوري بعد أن نقلت رواية وتد حاليا عدة تساؤلات. التساؤل الأول هو الاختلاف في السعر بين مناطق ريف حلب الشمالي التي سيطر عليها الجيش الوطني وبين أيضا منطقة إدلب. هناك أكثر من نصف ليرة تركية تقريبا سعر فرق حاليا بين كل سعر بين كل لتر إن كان مازوت وإن كان بنزين وحتى أسطوانة الغاز. هناك تباين حقا واضح بين أسطوانة الغاز سبب. التي تباع حاليا في عزاز وعفرين. هذا السبب ليس لدينا جواب حقا من وتد له، ولكن الأهالي يتساءلون بشكل مستمر ما هو سبب سعر اليوم سعر الوقود الديزل في عزاز وعفرين والباب هو 5.60 قرش، في حين أن سعر بيع نفس اللتر من مادة الديزل في منطقة إدلب هو 5.11 قرش. هذا حقا هو تساؤل المدنيين بالدرجة الأولى. حتى أسطوانة الغاز هناك 6 ليرات تقريبا فرق بين مناطق ريف حلب الشمالي الشرقي وبين مناطق إدلب. هذا التساؤل الأهم. يعني اليوم لا تزال مشكلة قائمة من قبل وتد، تبرير غير منطقي بالمفارقة بين بقية المناطق. اليوم من مسؤول عن هذه الزيادات؟ ألم يكن هناك رادع خلال هذه الفترات من قبل ما تقوم به وتد؟ الحقيقة اليوم عندما تحدث عن شركات استشرار المحروقات إلى مناطق الشمال السوري تحدث عن شركات لابد أن تكون يعني بسياق الطبيعي أنها شركات خاصة. وتد اليوم كشركة خاصة من المفترض أن تكون حكومة الإنقاذ إن كان كما ذكرت تعريف وتد لنفسها على أنها شركة خاصة، وحتى بعض الشركات العاملة في منطقة إدلب تعرف نفسها على أنها شركات خاصة. فهناك يجب أن تكون دور لحكومة الإنقاذ في التسعير في التبرير، حتى أن تقوم حكومة الإنقاذ هي نفسها بإصدار تعليمات بإصدار ربما تصريح معين أو أن ارتفاع السعر كان بسبب كذا، أن ارتفاع السعر كان بسبب كذا، وعدم ترك الأهالي حقيقة في سلطة شركة معينة هي من تقوم برفع الأسعار. هذا أيضا إحدى المآخذ التي يأخذها الأهالي في منطقة إدلب على ارتفاع. كما ذكرت البعد الأول هو موضوع الاختلاف في منطقتين ريف حلب الشمالي وإدلب، هناك ارتفاع وتباين في الأسعار وهو شيء واضح ليس سرا. والنقطة الثانية هي كما ذكرت عدم قيام الحكومة كل فترة، وحكومة الإنقاذ التي تحكم إدلب حاليا كل فترة بالتبرير تبرير ارتفاعها، وبأنها قامت عبر وزارة التموين ربما بمراجعة الأسعار وبأن هذه الأسعار دقيقة وبأن هذه الأسعار هي في سعر التكلفة وهي فعليا تسير في نطاق طبيعي. هذا الأمر أيضا المبرر الثاني. انعكاسات حقيقة دعمنا نتحدث عن الانعكاسات المهمة جدا. اليوم عندما يرتفع سعر المحروقات هذا اللي كنت بدي أسألك عنه إبراهيم حاليا، يعني تأثير ذلك على العادات الشرائية النقل من المواصلات، كيف أثر ذلك وكيف سيؤثر مستقبلا؟ هنا المشكلة الأساسية حقيقة. الأهالي عندما يتم رفع سعر الوقود في الصباح يذهبون لشراء مادة الخبز، تكون مادة الخبز مثبتة الأسبوع. حاليا حتى اللحظة مادة الخبز لم ترتفع. خلال الأسبوع القادم سوف يكون هناك تسعيرة قادمة لمادة الخبز للأمبير أيضا، وبالأحرى عموم المواد الغذائية تكون ارتفاعها أيضا تدريجيا منذ البداية ربما من اليوم، من يوم غد تبدأ هذه الأسعار بالارتفاع بشكل كبير بشكل أيضا لا يواكب حقيقة حتى الارتفاع الذي طرأ على سعر الوقود. اليوم نتحدث عن 30 قرش مثلا في سعر مادة الديزل. سوف ترتفع المواد الغذائية بالعموم والمنظفات بشكل لا يتواكب إطلاقا. حتى المدني يتساءل اليوم سعر المادة التي يقوم بشرائها من المنتج من السوبر ماركت أو من المحل الموجود في مناطق الشمال، ما هو سبب هذا الارتفاع الكبير؟ في بعض الكيلوغرامات من الخضار ترتفع ربع الليرات. يتساءل المواطن يقولون بأن ارتفاع طيب السبب. إبراهيم شو إمكانية المنافسة يعني أنه وتد تتعاقد مع عدة شركات أخرى لاستيراد هذه المواد؟ هذا ربما يطرح مجال المنافسة أكبر وربما منافسة على صعيد الأسعار وحتى على صعيد ربما الارتياح. اليوم وجود عدة شركات تعمل بشكل منافس، وإن ارتفع السعر سوف يكون المواطن مرتاح بأن هناك عدة شركات فعليا تنويع المصادر حتى نعم
والأسعار تكون متقاربة نوعا ما، وإن كان هناك ارتفاع كل فترة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة التركية أو حتى بسبب الارتفاع من المصدر، يكون المدني متاح تجاه هذه الارتفاعات. طيب إبراهيم سريعا، شو هي الحلول المقترحة برأيك لحتى هذا الموضوع يوجد له حل، يعني خاصة أنه ربما أسعار المحروقات في عدة دول يتم إصدارها بشكل شهري، اليوم الزيادة اللي طرأت حاليا هي زيادة ثانية في أقل من شهر، ما هي الحلول برأيك؟ صراحة السؤال الذي طرحته سؤال رائع جدا وبحاجة حقيقة الحديث عن موضوع المحروقات في مناطق الشمال السوري، إن كان في إدلب وإن كان حتى في ريف حلب الشمال الشرقي، أن نتطلع إلى السبب الرئيسي وما هو الحل. السبب الرئيسي اليوم والمشكلة الكبرى هي الاعتماد على المازوت المستورد من خارج سوريا، وهذا يأتي بأسعار مرهقة جدا للأهالي، في حين ميليشيا قسد تقوم حاليا بوقف تصدير الوقود أو تقوم بتصدير قسم بسيط جدا لا يكفي لحاجة الأهالي إلى مناطق الشمال السوري. الروسي أيضا يقوم باستهداف هذه السيارات وهذه الأرتال التي ترد إلى مناطق الشمال السوري، ما يجبر الأهالي في مناطق الشمال السوري على الاعتماد على الوقود المستورد، وهنا تكمن لب المشكلة. ما دمنا نعتمد على الوقود المستورد والوقود السوري يمنع عنا، سوف يبقى الارتفاع كبير جدا اليوم وقود السوري. للأسف يعني جميع الحلول صعبة، وكما ذكرنا يعني في التقرير هذه الأزمة تؤدي إلى أزمات عديدة سنلاحظها في الأيام المقبلة على القطاعات إن كانت الزراعية، وتناولنا هذا الموضوع مفصلا، وأيضا موضوع الخبز كما ذكرت والمواصلات. شكرا جزيلا، نعتذر لضيق الوقت إبراهيم الخطيب، شكرا لك على هذه المعلومات وهذا التحليل الصحفي من دارة عزة، شكرا لك.